مساء الخير. يوميات ستار أكاديمي بحلقة جديدة فيها رح نتعرف على آخر أخبار طلاب الأكاديمية. والبداية الليلة مع سكينة الزعلانة واللي قررت الانسحاب. سكينة طلعي لي بس ثواني. تعالي. في إيه؟ اللي حصل؟ احكي لأختك. اللي حصل؟ احكي لي بس. احكي لي اللي حصل. ايه اللي حصل؟ انا كنت انا ومحمد سعد غني فجأة قال لي لا، انا قلت عادي هو حر، فقلت بفكر في حاجة تانية عشان اغنيها، ما لقيتش حاجة غير بالصعوبة ان انا لقيت انا وايهاب تعالي اتفضل وخشي معايا ان انا هغني في الايفار، غني انا وهو، فقمنا عملنا حاجة. جاء انيس قال لي لا انا الاغنية دي هغنيها انا وهايدي. أي أغنية؟ خلاص أنا كده ألم هدومي وأروح. أي أغنية؟ هبتني. أي أغنية؟ لا خلاص خليهم يغنوا لي بالدنيا. استني بس سكينة ما تغنيش بس مني عشان أنا ما بحبش الجري ورا حد. بليز خليك. استني إيه ده؟ اللي أنت بتعمليه ده؟ يعني إيه وقفتي على الأغنية دي يا سكينة؟ أنت عبيطة يا بنتي؟ خلاص. سكينة مفيش حاجة اسمها كده. سكينة. لا أصلا وحشني جدا أوي. انت كنت مع سكينة؟ كنت لا يا معلم خلاص وحياتي يا مش عشان حاجه والله اغنيه مش راكبه عليها انا عايز الايفالي يطلع كويس يطلع طب سكينة نكتب حد ذاته يلا روحي بسرعه انزلي قولي لهم باي وداو سكينة عشان ماشي يلا دينا انا بتكلم بجد مش انت هتمشي فعلا بجد طب انا عارفه انا لما بتكلم بجد انا عايزه اوصلك للطياره يا هبل بسرعة سكينة طيارة طيارة هتتأخر عندك طيارة الساعة 3:30 الساعة بقت 3 جاية تحب سكينة جاية تحب مش جاية بجد جاية عسى يا عم رح تتركي مارسلينو وتهلي هيسأل عليكي بكرة وهنقول له سكينة مشيت جالها عقد في الخارج يلا عشان اساعدك هشيل معاكي انا هشيل معاكي دي ماشي مش قادرة سكينة عن جد وفيني مرة وجافيني مرة لازم تفهمي شانتال تعالي ودعي سكينة عشان ماشي يلا نادي البنات كلها تودنا سكينة والله العظيم لمت حاجات اهو مش طبيعية يلا نادي البنات يلا والشباب كمان يلا يعني بس انا لو اروح اقول لهم كلهم لا مش تلوح حنان لو ضحكتي مش هتضحك يلا اسال روح اقسم بالله ايهاب انضم جدا انا ما قلتش قولي اقسم بالله ما بقلبك مش هقدر اقسم عشان يلا قولي اقسم بالله ما بقلبك اقسم ليه صباحيات ربنا سكينة عليكي صباح الخير عايزه اروح مش لا خلاص حلمت الله بدك ترقب طب انتوا على فكره وجهك تبتسمي فاهمه ايه انا لو مش عارفه بالظبط من الاداره انها تنسحب والله العظيم ما بقص خليها خليها ايه بنتهنى بنرتاح هيك منافس بيروح ليكي ما بدي اعصب حالي قبل الايفال بليز الايفال مش النهارده انت كمان الايفال لا لو تعصب هلا او بكره مثل بعض يعني هلا بصير بصرخ و... يا هاد ما تطلع صحه ولا كمان كثير ناس ما انقبلوا بالاكاديميه وبتمنى انه يكونوا موجودين لك شو بقى حكيت معانا انت جاي عشان تحسبيني انا روحي حسبي لك هلا ليكي شنطال شنطال اذا عم تضحكوا علي انتوا الاثنين عن جد راح ازعل منكم زيحوا علي القبريه زيحوا من عندك يلا يا رفيال ارجوك تعال انت هنا ارجوك شنطال صفيني مره رفيال سكينة الشباب هنا عايزين يكلموك افتحي ارجوكي ما تعيطيش في الحمام
مش بتعرفوا ايه بقى؟ ضحك انت ده كل ده عشان انا مش هغني معاه في الايفال ليه؟ هو انا عبد الحليم حافظ بجد؟ انا معصب منك على فكره، كل اللي صاروا بيقولوا انه انا اللي اقرب وحده ليك ما قدرت تقنعك. مين اللي اقرب وحده لي؟ يعني انا منين؟ من انا اتجاه اقرب وحده لي؟ انا اللي بتسمع يعني كلامي وانت حسيتي بيها من شويه انها تعبانه وانها طلعت تعبانه. ايه ايه كنت عارفه بس كلمتيها؟ لا ما كلمهاش، تركتها طيب. ترتاح هي طبت مني ترتاح زي لما خليها تبكي. انا ما فيني اعملها سكينة بزيد عليها. لا خليها بزيد خالص. شو سكينة منيش قريبه منها بالذات. بس لحظه المفروض انت اللي قريب منها يعني بيوقف حد راسه اللي يوقف عند حد راسه يعني هو القريب منها. لا منها هيك انا مصلحتها بشوف مصلحتها بشوف راحتها. بدها ترتاح لحالها بتركها ترتاح لحالها. المفروض تنعرف المشكله وبعدين تعالج انه مو نسكت عنها. مش ما في حدا يسكت. انا مش عايزه هي مش قادره تستحمل يا جماعه. اكو سبب ما شنو هو سبب انه هو انه هي مش قادره تكمل مش شايفه نفسها. وانا اعرف ليش بس هي حتى انا اعرف السبب ليش بس ما اقدر اتكلم بيه. حكم مواعظ يعني يعني هاي سخافه اللي بك احنا قاعد نوصل نتكلم جد. انت حاولين الموضوع هذا اللي سخيف عداتك يعني شو اسمه رفيات يعني مثلا. طلع برا طلع برا نزلي نزلي حبيبتي يلا ماما يلا تمشي. لما الانسان يفكر براحته انا من بكره انه انا منسحب انتهى الموضوع. اذا فكر براحتي اروح اقعد يا مهلي وانه انا مرتاح. يا مرتضى انت مش فاهم حاجه خالص. لا فاهم كل شيء. انا مش قادره اكمل. انا عارفه نفسي انا مش قادره اكمل. ليش اعطيني سبب؟ اعطيني سبب بس اطلع انا عادي ما عندي مشكله. انا اتكلمت بس فكر بعقل. انت كيف والله سكينة اخذتي حاجتك اللي على المرايه؟ الله هذا مكانك مو بيه؟ سكينة بس فكر بعقل. سكينة حس بي للمستقبل. لا تحس بي بس بي. يلا تعالي تعالي انزلي معي. يلا يلا نغني انا وياك. يلا تعالي نغني انا وياك. قومي يا رب زكزكتني. سكينة قومي قومي انزل تحت. مرتضى صدق انا شخصيا صدقتك. قال لك حمام كثير انه الانسان ينسحب عيب. انا لو منك بصراحه تخففها علينا وتطلع تظبط شنطك انت كمان وتخففوها علينا بقى اثنين. تخففوها علينا النفس برضه والاكل والمساحه. على الاقل ساعه ممكن الاسبوع يقول لك ما فيش مني. انت اناني يا على الاقل هيوفروا انه مره يطلعوا اثنين. خلاص يبقى انت كده وفرت. ليش ما تضرب شنطتك انت تطلع؟ استنى انت اللي كنت عايز تتسحب. انا بقول لك على فكرتك كيف انا هذا يمكن يعني هو انا كانت لحظه ضعف. اللي انت بتعمله ده اسمه ايه؟ مش غباوه؟ يا ابني فكر صح. كانت لحظه ضعف قصدك؟ انت تعجبني والله سعد. لا انا ابي اضعف؟ متوهم. شنو هويتي؟ هويتي شنو؟ عباس منها هويتي شنو؟ معي ما تعمل ايه؟ هويتي الله هو في بالي ساعه. هذه فهمها خليها في عقلك. بص بقى فكري دلوقتي. تذكر اغاني عباس؟ يا عمي ازرع سله فيهم. هلا المشهد نمبر 2. غني لي والسقف كثير عالية بدي يروح صوته. انت يا سكينة بعطيك مخك يا شيخ منيح انه الوضع مقلب يا سكينة وتوقعي انه الطلاب يردوا بالقريب العاجل. بريك صغير مشاهدينا ومن بعده منتابع اخبار الطلاب. منتابع حلقة الليلة من يوميات الطلاب. قبل الامتحان الطلاب بيتوتروا كتير.
اذا بدك تحكي كلمه احكيها، كلمه بتروح تسال 130 واحد تاخذ راي 130 واحد، هي شخص حساس، كلمه بتجيبها وكلمه بتروح. ما زال شعره اذا حلو سالي 30 واحد اذا حلو شعره، يعني شو بتكون هي؟ يعني انت شو بتكون؟ ميت مره قلت لك ما تحكيني بهالطريقه، خلص عن جد ما تحكيني لفايز، اسكت وتحكي معي. لا ما تحكي معي، ما تحكي معي يا فايز. فوت على جوا شو صرت تجيب وحياة الرابعة بحكيك، فوت على الثالثة ما بدي اشوفك والله العظيم، ما بدي اشوفك، ما تسميني غدر. اوكي تو جننتوا؟ تعال بقت مستفزة أصلا حنان. أنا مستفزة؟ إيه مش هي المستفزة. ما عملتش حاجة خالص. حنان رافائيل ما عملتش حاجة حنان. أه ما عملتش حاجة يا دينا. هو أنتوا مع دينا اتكلمي في حاجة تانية، مش عارفة مع بعض ليه دلوقتي، يعني هو الموقف حساس. مش عارفة هو متعصب على أي حاجة. أنا احترمته عشان مش لاقي أغنية. بس هو ما احترمنيش، لا شغله بقى. لا أغنية ما لقاش أغنية. متعصب عشان مش لاقي أغنية. حاضر. أقسم بالله ما هيجي عنده. ولا هكلمه ولا هيجي ناحيته. اقسم بالله. عشو شايف حالي؟ ما شايف حالي، بدك اكثر من هيك مزله. شو؟ اتكلم معك كده ليه؟ انا غلطان بعد هلا بحكي معه، بعد انا غلطان بامري والله. ما تمشيش وتسيب. شو؟ انا بتكلم معك ما تمشيش وتسيب. بس انا بعدني عم غلط معه. ايوه يعني انت دلوقتي بشو اغلط؟ انت هي حضرت اغنيتها. اوكي خلصت. انت بقى قلت لها قلت لها حر. يا حياتي ما قلت لها تصطفل بغنيتها تشتغل غنيتها؟ شو بعد دخلها؟ بدي غني انا طار المطال طال وطول، شو اللي معه؟ تقول لي لا بده يطلع كله حلو يا اختي. ايوه لازم كله يطلع حلو. طب خلاص يعني انا عم غني غنيه مبسوط فيها، غني اغنيه ثانيه. اوكي خلصت. ما هي بتقتنع ليه؟ ده الواحد يداريها يداريها. طب وبعدين يعني انه لشو عشو عشو عم داريها انا؟ شو فاهمها؟ شو طالع لي؟ شو طالع لي؟ يعني شو ما اشوفش حاجه وانت قاعده ليه؟ انت مستمع؟ لا ده كتير قوي. اصل هو بيتكلم مع دينا، دينا بتكلمه تقول له انت انت في ايه وبتاع و... بيتعصب لوحده. ياه الدرجه مش طبيعيه. انت بتزعق ليه؟ يعني البنت هادي عماله تضحك وانت عمال تزعق؟ بقول لها حوطي صوتك. بعدين حنان بتتكلم معظم كلامها بضحك. ممكن تقفل على الموضوع؟ مش قادر. حط ايدك على قلبي هيطلع من محله. قلبك فين؟ خلص ما تروح يلا ما خلص اهمت. ممكن تقفل على الموضوع؟ انت بتضايق ليه دلوقتي؟ انا مش شايفه الموضوع. لا 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 ما زال اكتر من هيك ما في. خلاص سيبيه مع نفسه. سيبيه ده واحد قال يعتني فيها يعتني فيها يعتني فيها وطلع له كمان. شيري بيبي خلص بدل ساعه باخرى. بنقول احنا بالمغرب بدل ساعه باخرى. بدل ساعه باخرى. أوكي. انا بدي افكر بفالا لو بالي فيها. اوكي انا بس انا بس اطلع بس يطلع صوتي انا زي ما بعيط بس يطلع صوتي يعني عن جد معصب. قلت لها يا اختي هالغنيه وهالمشهد وبتوقفي هيك وبتعملي هالحركه وبتعملي هيك وبتعملي هيك وبتعملي هيك وبعدها محتاره. والله معصب. انا مش عارفه ازاي كده. يعني انت كنت واقف هو انا شايفاه عمال بيغني ومندمج وانت كنت واقفه قدامه. قلت له ايه بقى؟ مش عارفه. قام هو منفجر بيتعصب. قلت له ما تتعصبش عشان نقدر نكمل. فقام راح. انت عارفاه مش كده بتحكي؟ بضحك عشان بقى بيضحك. والله العظيم مش زعلانه بس لا في حدود. هو بس ايه يمكن ايه حاسه انت مش واثقه في اختياراته فاهمه؟ انا عارفه انه كده بس لا خالص. يعني انا قلت له انا حبيت الموضوع قوي. ما بعرف ما بعرف بعدين انا معصبه صراحه. يا حبيبتي عصبه قد ما بدك. ما في وقت بدك تعملي معه ولا لا؟ لا شو بدي اعمل؟ بدنا نعمل مع بعض. ايه فين رافائيل جابور من لبنان؟ هيك اللي الناس حبيته عشان دمه الخفيف وطبعا تعرف بتعرف ليه شو مشكله الشخص الكاركتره مثله؟ انه اذا وقت اذا بيزعل او اذا بيتعب او اذا بيزعل ندفه بيقولوا عنه ايه زهقنا. ليه؟ انا معودين عليه كل الوقت فوق ما فيه يشوفوه مره تحت. بينما اذا الانسان المعتدل
شو ما عم العالم تتقبل. إذا كان مهضوم بتقول عن مهضوم، إذا زعلان بيستعطف معه. بس أنت غلبان. طيب يعني. طيب. أنا هيك كلنا هيك. حالو حنان. أما مينا. كي دايرة؟ الحمد لله، وأنتِ؟ راكين مزيانة بنتي. بصحة ماما. أنا غنقول لك بحالجي ما راضية عليا، عافاك ماما راضية عليا واخا؟ راضية عليك، الإيفال غني إليسا. وعجباتك حتى؟ رفايل. واخا، كيسلم عليك رفايل. لا لا رفايل كيبغي لك غير اللي مزيان. عرفت. ما تسمعيش عند حد. شوف المسيرة نهار الجمعة. واخ. القسطان اللي وصيتيني عليه راه تسلك لك غير واحد تيشورت. واخا ماما. كنحماق عليكم، كنحماق عليكم، نتوما حياتي. لا حنايا بنغي لهم السلام كلشي. واخا. رفايل! 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 وين رفايل؟ وين رفايل؟ لا، عايزة أكلم رفايل. سلام من ماما لرفايل. رفايل! تاني شعلت لي ماما. قالت لي لا أنا قالت لي دلك معه لأنه بده الخير لإلك. وقالت لي سلم عليه كثير وبتسلم عليكم كلكم وبتحبكم كلكم. تحية لماما حنان. عن جد بتسلم عليكم. تحية لماما حنان طنط حنينة. قالت لي غني إليسا بالإيفال. جمريتي؟ تعطع ايه؟ ايه شو العالم بطلع حفظك يا؟ تروح جيب السادة وحطيها جوا واحفظيها. بريك صغير ومن بعده منشوف كيف قدموا الطلاب امتحانهم لهالأسبوع. منتابع حالة الليلة من يوميات ستار أكاديمي مع الامتحان الأسبوعي يلي بيخضعوا إلو الطلاب واللي بيشكل ركيزة كبيرة على اختيار الأساتذة للنومينيز. يلا زي العسل على قلبي هوا، زي العسل على قلبي هوا. بالنسبة لمروان كنت بفضل ياخذ الطبقه شوي صغيره اعلى، ولانه القرار بالاول كان كثير واطي عليه، ما كان عاطل بس ما قدر يظهر صوته كثير لبرا. هلا مروان بتخيل نقى هيدي الغنيه لانه كانوا هن عم ينبشوا على شيء منسجم مع بعضه من ناحيه التوناليتي او من ناحيه المقام اذا بدكم، تيكونوا منسجمين غنائيا بالموضوع بالموسيقى. قالت مني لرجع لبلادي وصل سلامي معاه. شفت انه كان كتير ذكي الخيار طبعاً اثنينهم، يعني اول شيء نقوا قصص بتشبه لهم ربيانين عليها واسقين منا مالكينا. انا عوني 100% تمثيليا من اجمل الايفاليت يلي يعني شفتها مؤخرا، فعلا مقنعين لأنه صادقين بيلي عم بيعملوا. صافيني مرة وقفيني مرة، صافيني مرة وقفيني مرة، ولا تنسانيش كده بالمرة. صافيني مرة وقفيني مرة. محمد تامبرو خامة صوته بيّنت كتير حلوة، خصوصاً بالقرار كان فيها عرض هيك رخيم، بس النوتات العاليين بدون بعد شوية تثبيت أكتر، لازم يروح منهم شوية نزال. سو أنا بالنسبة لي بس لمحمد لازم عملية التنسيق بين وضعية الصوت واللفظ وفتحة التم لازم تنشغل شوي أكتر معه، بس ولكن المغني كان كتير حلو. صوت كبير كتير، القرار بخوف، والنوتات العالية بدهم بعد شوية شغل تيسيروا بسويت القرار. أنا ماشي شغلي أسيدي خليني دغي دغي جيتي وبغيتي تبليني مرة تقولين هواك
مرة تقول انساك أسيدي خليني. بالنسبة لسكينة أنا كنت متوقعة منها تعمل شيء كتير حلو، لأنه هي عم تشتغل تتعود عن عن البرايم، يعني هي بدها تنسينا البرايم بالإيفا المفروض اليوم باللي بدها تعمله. مش كتير خدمة نوع الغنى، لأنه يمكن هيدا الغنى مش هو الأفضل لإلها تتبين قدرات صوتها. بس الأكثر من هيك أنه مش كل الوقت قدرت تحس بالطبقة، يعني وين عم بتغني عاية توناليتي، يعني حاولت ركز أكثر على هالموضوع وغنت كتير قليل. يعني لو غنت أكثر يمكن كانت هي فاتت بالجو وفوتتني أنا بالمغنى تبعها أكثر وحسستني شو بدها توصل لي. بنظري الليفال كان ضعيف بارح، عدنا أكثر من 3/4 ساعة لإلها لوحدها تنعرض لها صوتها تتعرف إنه كيف تتاخد صوتها، لأنه بترجعه كتير لورا عزلعيمة وفي مشكلة، بس ما في شي تغير، عم بتشد تجيب صوتها لقدام. بعد هذا العمر كله اكتشفت إنها تسلى، يا هي في حقك كبيرة وانت يا غافل لك الله. بغض النظر عن الفكرة أنا ما قنعوني كيف بلشوا، يعني فات مرتضى زعلان شوي، فات عليه علي عم بغني دغري، شوي بيوقف يغني بيسأله السؤال شو بيك يا صاحبي، ما بالأول اسأله حكي معه. وبعدين يعني حسيت إنه هن جربوا يحاولوا أغاني لحوار. أنا بلاقي علي بحاجة يعمل شخصية، يعني تكون شخصيته اللي هي لذيذة تكون واضحة أكتر لحتى يبلش يثبت حاله بين رفقاته، لأنه أنا برأيي أنه بعده هو حاطط حاله بالظل. Don't be scared that I'm gonna tie you down. I need a little more. أنا كان عتبي أول شيء على الطبقة توناليتي، إنه ليش أخذنا توناليتي بتناسب إيهاب مش بينما هي السانتر، يعني هي كان لازم تاخذ طبقة بتناسبها إلا لأن إيهاب عمل الإيفال تبعه وخلص، يعني كان هو موجود تيساعدها وتيعمل الدور معها، فحسيت طبقة بتناسب إيهاب أكثر منها وهي اللي لازم تنقي طبقة لإلها. ما بال هيدا الموجود، ما فينا نطلب منها أكتر من هيك، وهيدا الموجود وهيدا بتقدر تعطينا إياه، ما فينا نطلب، لأنه البروغرام 4 أشهر، إنه بأربعة أشهر يصير صوتها واو لا. أوكي الأوبرا اللي تحت البيت صح؟ أوكي أوكي مرسي، أوكي مرسي شكرا. أكيد جاي معي. لا لا تقدر تجي، أكيد تقدر تجي. Chagrin. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire, je l'aime à mourir. بالنسبة للمغنى نقى طبقة كتير واطية، يعني هيدا الطبقة ما خلت صوته ولا يطلع لبرا ولا يعمل projection يعطي power ولا أنه الصوت يلمع ويعطي resonance. غنى صح، غنى حلو، غنى مع emotion، بس كان لازم الاختيار الطبقة يكون أحسن من هيك. كتير حلو دخوله لأنيس، كيف جاري هالكرسي، كيف بلش بكل حماس وإيه ويلا وجايين وين الكونسير وأي أوبرا، يعني لقيت أنه فوتني شوي شوي، عرف بذكاء يفوتني إلى عالم هالبنت يلي صار معها الأكسيدان، يلي منحاول نعمل كل الأشياء تنسيها شو صار معها، ولكن بلحظة من اللحظات نحن منضعف قدام الشخص يلي بيكون صار معه الحادثة. بتونس بيك وانت معايا، بتونس بك وبلاقي في قربك دنيايا، لما تقرب أنا بتونس بك، وما بتبعد أنا بتونس بك. أكيد الصوت كتير حلو والتامبر كتير حلو وفي بريزانس بالصوت، يعني صوتها موجود وما فينا ما نسمعها هي عم بتغني،
ولكن اليوم حسيتها هيك شوي مش مركزة قد العادة. في عنا آخر أحرف بالكلمات ما كنا عم نسمعهم وما كنا عم نسمع القفلة مزبوط. هيدول اللي لازم يكونوا ثابتين أكتر بالنسبة لللفظ، وهذا الشيء بيساعد بالمغنى. عند حضور رهيب، صرنا قايلين 100 مرة رهيب، وكل مرة بتثبت هالشي. بس هي عم بتغني اليوم، يمكن منيح للكاركتير اللي عم تلعبه، انه عم زدتهم زد هيك بلا احساس، يعني كأنه عم ضحك عليه بتونس بيك، انه لانه ما حس، يعني كان في تكرار يمكن بكيف أدت الغنية. خليكم معنا مشاهدينا بعد البريك مباشرة منعرف مين هن النومينيز لهالأسبوع. بس يسمعوا الطلاب باسم درة بيشعروا انه الخطر قرب، وبس يشوفوا صورتها طلت من المراية بيشعروا انه الكون كله توقف. فكيف رح تنقل لهم درة الخبر؟ منتابع سوا. شمال يمين شمال يمين عن نظام يا مساجين، شمال يمين شمال يمين عن نظام يا مساجين، شمال يمين شمال يمين عن نظام يا مساجين. صف على اليمين شمال يمين شمال يمين تاء هون أنا النظام، أنا العدالة، هون أنا اللي بأمر وأنا اللي بنهي، أنا آمرة السجن، أنا درة وكلمتي ما بتصير اتنين، واللي بلفظ اسمه لهون لعندي رح يشرف، وبسجن درة رح يعيش سجن ليلي غلط، السجن ليلي مش عم يتصرف منيح، باب السجن رح يفتح ليلي ما تقدم. الصعب الدرة تتكلم، كيفكن يا حلوين؟ مشتاقين أو خايفين؟ أنا بقول مرعوبين وعكلامي مش قادرين. الليلة رح تناموا مصدومين، لأنه في ثلاثة رح يفوتوا سجن النوميني أو الكمين. مين الليلة رح يزور سجن درة؟ مين رح ينام خلف القفص وغني له سو يا سو حبيبي حبسو، سو يا سو حبيبي حبسو، حبيبي عايز له حظ ومنين اجيب له الحظ، حبيبي عايز له حظ ومنين اجيب له الحظ، وسو يا سو حبيبي حبسو. الليلة الأكاديمية رح تهتز، لأنه عندي أنا العز، الكلمة إلي والقرار إلي. شو هايدي؟ أنت جربت السجن بالبرايم، عبالك تعيشي التجربة عن جد؟ شكراً. أكتر وحدة بتعرفي شو يعني واحد يكون توب وان ويرجع نوميني. ما يوم ليك ويوم عليك، مش كل يوم معك يوم ليك ويوم عليك، مش كل يوم معك يوم كيف. نسيم ما شاء الله انبسطت بسانتوريني؟ ايه يلا حضر حالك على الزعل، ولا قاعد بتقلدني عاملني مسخرة؟ انا فرجيك. انت تشنطال على الليحة السوداء في مذكر التوقيف بحقكن، أدحوا ذنب بالقليلة بتروحوا فيها سنة أشغال شقة. مروان وشنطال ورفيان التهمة كتير كبيرة عليكن، حاملين سلاح على المسرح عم تحرضوا على درة؟ هيدي تهمة فيها حبس مدى الحياة، فيها إعدام. رفيان
عمل لي احدى بنوتردام حنان ازميرالدا شكلك كان مش ولا بد مشاكل مشاكل مع ازميرالدا حنان شو رايك تجي لعندي نعمل الجميله والوحش سوا سكينة الليله هي ليلتك ان شاء الله ما تتفركشي مثل ما تفركشتي بالاكاديميه حنان شو يا حنان شو رح يتكرر المشهد وترجعي لعند دره لا مفكره زمطتي شو قصتك انت والمرايه حبيبي عايز له مرايه ومنين اجيب له مرايه ده حبيبي عايز له مرايه ومنين اجيب له مرايه دول عرفوا بالحكايه وحبسوني وحبسوه سو يا سو شو يا انيس وما بال كنتوا خايفين من الايفال السجن ناطركن هي اهلا وسهلا هون بترتاحوا اكتر ما بال عملتيلي فرقة زفة بالأكاديمية أنت ومرتضى ومروان اشرفوا على الحبس بتعملولنا شوية جو سهيلة محمد عباس ودينا في مخالفة بحقكن مش مطولين حتى تشرفوني على السجن دينا نعم. شو رح تصرخي بريئة بريئة يا بيه هلأ شوفوا شو ناطركن سهيلة والله لا تموتي من الجوع هون ما في اكل مثل الاكاديميه ايهاب ومحمد سعد وعلي كمان في مذكر التوقيف بحقكم بتهمه اثاره الشغب حضروا حالكم واسمعوا منيح اول موقوف رح يصرخ أعطيني حريتي أطلق يدي أثليت ما اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب أول نوميني مابل تاني موقوف معنا الليلة واللي صدرت بحقه مذكرة توقيف منضية من درة تاني اسم معنا الليلة علي باقي اسم واحد اللي هو ثالث موقوف معنا الليلة بدايرة الخطر يحق لك الالتزام الصمت وكل ما سوف تقوله سيستعمل ضدك في المحكمة ثالث اسم معنا سكينة أنا القانون ويا ويلو اللي خارج على القانون وخارج عن الطبعة والتركيز وخارج عن النظام وحيالله خروج من أي نوع بيشرفني وتصبحوا على خير شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين حظ موفق للطلاب الثلاثة وما تنسوا مشاهدينا تصوتوا لهم لترجعوا واحد منهم على الأكاديمية خلونا نشوف لمين صوتوا الأساتذة ليكونوا بدائرة الخطر هالأسبوع من بعد تقييم مرور الطلاب بالبرايم وبالإيفال النوميني بالنسبة لي أنا هالأسبوع هن علي سكينة ومبال النوميني بالنسبة لإلي هالأسبوع هني مبال سكينة مرتضى نوميني بالنسبة لإلي هيدا الأسبوع علي مروان محمد سعد نوميني بالنسبة لإلي هالأسبوع هني سكينة مبال وعلي النوميني بالنسبة لإلي هالأسبوع هني مبال سكينة وعلي
حلقتنا لليلة انتهت مشاهدينا، ما تنسوا أن التصويت للطلاب الثلاثة بلش من هلأ. بلاقيكم بكرة مع أخبار جديدة عن الطلاب، كنوا على الموعد، باي باي. Day.